دعا فضيلة الشيخ عدنان القطان في خطبة الجمعة بجامع الفاتح الإسلامي، دعا إلى الاجتهاد بالعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والسعي في التقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال، ولا سيما ونحن نعيش هذه الأيام الفاضلة والليالي الكريمة، نعيش أوقاتا شريفة، نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أيها المسلمون والمسلمات، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها. عباد الله، وهذا شامل بالاجتهاد فيها بكل طاعة وكل عبادة تقرب إلى الله جل وعلا، كما ذكرنا بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة والصدقة وبذل الخير وصلة الأرحام والإحسان إلى عباد الله وغير ذلك من الأعمال الصالحات والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يتفرق في هذه العشر لتلك الأعمال، فينبغي علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام في العشرين الأولى من رمضان قبل العشر الأخيرة يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وجد وشد المئزر، هجر فراشه وأيقظ أهله.